أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. بعد التغريدة الغامضة لضاحي خلفان الرئيس السابق لشرطة دبي، أي الجهاز الأمني الذي أخذ رهاناً جديداً باتجاه إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل ودعم إسرائيل في هذه المرحلة على وجه التحديد إلى جانب المنافس الأول محمد بن زايد، فاللحظة التي قاد فيها ضاحي خلفان عملية المبحوح مثلا، وجدنا محمد بن زايد في الاتجاه الآخر، فهناك صراع أمني من داخل المؤسسة الإماراتية. هكذا قد ينظر البعض، لكن في واقع الأمر فإن تسريع انتقال السلطة في 24 ساعة بقي حاكم دبي رئيسا للإمارات العربية المتحدة، لأنه النائب، وقبل انتخاب ما سمي انتخابا لمحمد بن زايد، فإن 24 ساعة والأمر الدستوري في حدود 4 أسابيع. هنا لاحظنا موقف الأمنيين ولاحظنا موقف السياسيين والحاكمين، خصوصا وأن محمد بن راشد المكتوم كان واضحا عبر قصيدة فورية. والمهم هو موقف السلطان، سلطان حاكم الشارقة، وكان بمثابة عراب لاجتماع بيعة محمد بن زايد. فلاحظنا سلطان ولاحظنا محمد بن راشد المكتوم، هنا اتضح الوضع، خصوصا وأن سلطان هو المهندس الأساسي. نحن نتحدث عن 82 سنة، نتحدث على من 72 900 ألف، وهو يدير ويحكم الشارقة، وأيضا فيها فراغ لأن لا ابن هناك، وفيها أمور كثيرة، ويتخوف بشكل أكبر من مثل هذه الانتقالة، خصوصا وأن في الشارقة قد يكون فيه الإشكال كبيرا. ولذلك فإن الاستقرار في أبوظبي يضمن الاستقرار في الشارقة، وهذا أمر لأننا عرفنا منذ 2020 وما حدث لنجل سلطان خالد في لندن، كل هذا يعلمه الكثيرون ويتأكد صعوبة الانتقال في الشارقة. لذلك لا بد من تقوية الحكم المركزي. وهنا لماذا الحكم المركزي على وجه التحديد؟ لأن الذي سلمه الحكم، سلم سلطان حكم الشارقة، هو الحكم المركزي وليس أبناء الشارقة. هذه فقط في لحظة حاسمة رأينا كيف قرر محمد بن راشد آل مكتوم التصدي للانقلاب الذي قام به الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وأفضت المحاولة إلى مقتل الحاكم آنذاك خالد بن محمد القاسمي. وانطلق وزير الدفاع في تلك اللحظة محمد بن راشد آل مكتوم الذي على جوار الآن محمد بن زايد، وحاصر الانقلابيين وقدمهم للمحاكمة، وعلى إثرها عين الأخ الأصغر سلطان بن محمد القاسمي حاكما لإمارة الشارقة، ومنذ 25 يناير 1972 وهو حاكم الآن إلى حدود هذه اللحظة، وتقدم لمبايعة محمد بن زايد قبل كلمات محمد بن راشد. ونعرف بشكل واسع أن القاسم أو القواسم عموما، أعتقد القواسم أخطر شوكة يعرفها التاريخ، خصوصا الكل يتذكرها مع الإنجليز مع ساحل القرصان. وقبل الإمارات كانت هناك مملكة فيدرالية معروفة لما سمي بإمارات الساحل المهادر أو المتصالح، وكانت ما بين 1820 وإلى حين إعلان الإمارات العربية المتحدة 1971. إذن أمامنا من تدخل الحكم المركزي من أجل تسليمه السلطة. إذن السلطان الذي تحدث في المجلس سلمه محمد بن راشد وزير الدفاع آنذاك هذه المسؤولية، إذ هو الذي عينه على الشارقة. لذلك فالسلطان يعرف من خلال تاريخه ما أهمية الحكم المركزي ورفض الانقلابات. أول من رفض الانقلاب هو محمد بن راشد آل مكتوم عندما تدخل كوزير للدفاع وحاصر المهاجمين والانقلابيين وحاكمهم في الشارقة.
ببساطة شديدة. إذن بالنسبة لمحمد بن راشد المكتوم فهو غير انقلابي، بل تدخل ضد الانقلاب أو الانقلابات. وهكذا فاجتمع الرجلان حول محمد بن زايد، وأهمهم سلطان، لأنه هو الذي تحدث وأرسل رسائله. نحن نتحدث عن شخصية لديها أكثر من دكتوراه وإلى آخره، يعني شخصية وازنة علميا. وهنا يطرح سؤال مباشر: لماذا تحديدا عندما نتحدث عن سلطان بن محمد بن صقر القاسمي فنحن نتحدث عن هذه العقدة كما ذكرنا، وتسليم الحكم المركزي لسلطان؟ هذه أولى ما يمكن قوله بخصوص لماذا تقدم سلطان وتقدم محمد بن راشد آل مكتوم ضد كل هؤلاء الذين يتلونون وضد الأجهزة الأمنية عموما. هنا إن كان السلطان قد أدار العملية، فهناك أساسا ما لديه هذه القابلية؟ لأن قوات خاصة بالنسبة للشارقة، وأيضا بالنسبة لوزارة الدفاع ومحمد بن زايد بهذه الطريقة، سيعني التدخل المباشر وتعيين ما يريد الحكم المركزي. بعد حادثة يناير 1972 سنرى محمد بن زايد متدخلا في تعيين حكام باقي الإمارات. يعني أن الأمر يتعلق الآن باستراتيجية السلطان، والسلطان كما هو معلوم يميل إلى دعم الحكم المركزي. إذن لدينا محمد بن راشد آل مكتوم الذي أدار وزارة الدفاع وعمل على وقف الانقلابات ولو من داخل العائلات الحاكمة، وكان لهذا التطور سياق. لذلك فقد حسم الوضع السياسي قبل الشخصية، الشخصية فعلا أخذت موقعها إلى آخر، ولكن ظروف الإمارات الأخرى التي تشكل هذه المملكة المنتظرة، لأن الإمارات ستتحول إلى مملكة فيدرالية اليوم أو غدا، وهذا أمر سيقرب بشكل كبير جدا محمد بن زايد من إدارة الوضع نحو استراتيجية أخرى. إذا هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة للغاية، سنرى أيضا أن هناك شوكة في الجيش، هناك القواسم أو أبناء الشارقة ولماضيهم، فأيضا لديهم أثر شديد على الجيش. إذا سلطان من جهة يؤمن بالحكم المركزي، والحكم المركزي هو الذي سلمه زمام المبادرة وحكم الشارقة. ثاني مسألة أن تاريخ القواسمة أو القواسم معروف من القرصنة، من سفينتين معروفتين منهم فيبر مثلا، وهناك أشياء كثيرة في التاريخ تذكر بما لهذه الإمارة من 1600 للميلاد، نتحدث من 1600 للميلاد وإلى الآن. إذا الشارقة ليست ميلادا الآن أو في سبعينات القرن الماضي، نحن نتحدث عن 1600 للميلاد وبعدها مباشرة إلى ما سمي بإمارات الساحل المهادن أو المتصالح، وبعدها إلى الإمارات العربية المتحدة. كل هذا يعني التوجه نحو فيدرالية، مملكة فيدرالية، وهذا تاريخ على العموم. إذا لدينا أولا تاريخ الشارقة، ولدينا القوة الاقتصادية لدبي والقوة العسكرية والسياسية ومحمد بن زايد في أبوظبي. كل هذا أطر هذا المثلث الذي تحدث، تحدث محمد بن راشد وتحدث السلطان ومحمد بن زايد، وحسم الوضع. أولا لأن الآخر 82 سنة، يعني نتحدث عن 82 سنة، وأيضا محمد بن راشد أعتقد في 1949 كان ميلاده، معنى ذلك أننا نتحدث عن ركائز الإمارات العربية المتحدة. فما يقوله ضاحي خلفان حول من يريد المسؤولية وغيرها، وكل هذه التفاصيل بالنسبة لحالة التنافس بين دبي وأبوظبي من جهة،
وثانيا لأنه استطاع في لحظة أن يعلق في هذه التغريدة، وهذه التغريدة تكشف إلى أي مدى يريد الجهاز الأمني في دبي أن يكون هناك مسار آخر، أن يكون هناك تدوير للسلطة عبر حكام الإمارات. كل هذا فيه أكثر من رسالة. لكن على العموم نحن نتحدث عن علاقات بين محمد بن زايد وما بين إسرائيل، اللحظة التي وقع فيها ضحي خلفان مباشرة في مواجهة المبحوح، وكانت الصفقة تقريبا ما بين دبي وما بين إسرائيل، فتقدمت أبو ظبي، وهذا تنافس بين دبي وما بين أبو ظبي، هذا واقع الحالي في التقرب أكثر إلى إسرائيل، لأن لديه حسابات أخرى. أيضا المسألة الثانية الحسابات البريطانية. الحساب البريطاني، المخابرات البريطانية على وجه التحديد أكدت لمحمد بن زايد على وضعية 24 ساعة، لا مكان للتأجيل، فدفع دفعا آل مكتوم لمثل هذه الخطوة لأنه يدرك ما الانعكاسات. ثانيا أن السلطان كان يلح فورا من أجل تسليم السلطة إلى محمد بن زايد، لا فراغ ولا إمكانية لاستغلال مثل هذا الفراغ لأي أحد كان، لأن المهم هو الاستثمارات، إبقاء الاستثمارات في مكانها. كان هذا مهم بالنسبة لآل مكتوم، لا يمكن أن تعطي الإمارات إشارة من أي نوع للاستقرار. إذن هذا واضح. أين المشكل؟ المشكل في أولئك الذين يتنافسون حول العلاقة مع إسرائيل، حول الرؤية الأمنية. الرؤية الأمنية الآن هناك تنافس ما بين الأطراف من أجل الوصول إلى مثال وأنموذج لهذه العلاقة. لذلك وضاحي خلفان، ونحن ندرك أي مواقف متطرفة يأخذها ضد القضية الفلسطينية وإلى آخره، من أجل التقرب أكثر إلى إسرائيل. وإسرائيل تمنح هذا الوضع لضاحي خلفان في حال انتقال أو تدوير الحكم، بل إن إسرائيل مع تدوير الحكم، ولذلك تدخلت المخابرات البريطانية لتسريع الانتقال، والاقتراح الذي قدم وبشكل مباشر للإمارات تسريع الانتقال بأسرع ما يكون، لأن هناك أطراف كثيرة بما فيها إسرائيل لم تكن لترغب في مثل هذا الوضع السلس لانتقال الرئاسة في الإمارات العربية المتحدة. وترى أن الإمكانية اليوم لتأمين الإمارات تحويلها إلى مملكة فيدرالية كما كان الحال عليه قبل 1971 في لحظة ما يسمى بإمارات الساحل المهادم، وصنعت إنجلترا في تلك اللحظة تصورا حول مملكة فيدرالية لهذه الإمارات قبل أن تعلن إمارات عربية. الإمارات العربية المتحدة كانت قبلها فقط الساحل المهادن أو غير ذلك من الأسماء. في هذه اللحظة على وجه التحديد وجدنا أن هناك من قرر تسريع الوضع، ليس فقط في دبي كما لاحظنا، ليس محمد بن راشد فقط، قبلهم جميعا هو سلطان الشارقة، ولهم محمد بن راشد، ثم سلطان الشارقة ومحمد بن زايد بعد أن تأكد للمخابرات البريطانية الدعوة المباشرة لتسريع مثل هذه العملية لمزيد من الاستقرار في الإمارات. لذلك فهناك مثل هذا السر، المخابرات البريطانية هي التي سرعت من عملية الانتقال والانتخاب في أقل من 24 ساعة، وهذا كان مهما جدا، ليس فقط لأن ضاحي خلفان أو غير ضاحي خلفان، بل الأمر يتعلق بتقرير أمني وصل إلى محمد بن راشد وتأكد معه أن السرعة استثنائية وضرورية لحفظ استقرار الرساميل هناك والاستثمارات إلى آخره. وهذا الذي توقعه الجميع، أنه حاكم فعلي انتقل إلى أن يكون رسميا، وأيضا هناك جنازة بمواصفات عادية. لذلك فالأمور كلها ذهبت نحو المزيد من تكريس الاستقرار. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.